رغم تكليفه بواجبات دفاعية أكبر لكونه يلعب في مركز قلب الدفاع، إلا أن سمير كمونة امتاز بالأهداف الحاسمة والمؤثرة خلال مسيرته سواء مع الأهلي أو منتخب مصر. ومن أبرز أهداف كمونة مع القلعة الحمراء هدفه التاريخي في شباك الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة النخبة العربية في الدقيقة 89 بضربة رأس رائعة. وكان الأهلي في حاجة للفوز للتتويج باللقب العربي ليتجاوز عقبة الرجاء بهدفين نظيفين في الوقت القاتل، توج الأحمر بلقب النخبة العربية عام 1997. كما أحرز هدفا هاما في شباك المكسيك في الجولة الثانية من بطولة العالم للقارات التي أقيمت بالمكسيك، وكان الفراعنة متأخرين بهدفين نظيفين قبل أن يحرز أحمد حسن الهدف الأول، ويتعادل كمونة قبل النهاية بخمس دقائق من تسديدة قوية ليحقق المنتخب المصري تعادلا مستحق. مشوار حافل وألقاب هامة حققها سمير كمونة مع القلعة الحمراء منذ قدومه من نادي المقاولون العرب في موسم 1996-1997 بجانب خوض تجربة احترافية مميزة في ألمانيا وتركيا.